بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي وأبنائي المحامين، لليوم الثالث على التوالي تنعقد الجمعيات العمومية بشأن إنشاء النقابات الجديدة. اليوم كان مقرراً انعقاد جمعية القليوبية والشرقية والمنصورة وأسيوط. انعقدت ثلاث جمعيات، جمعية القليوبية والتي تضم شمال القليوبية وجنوب القليوبية. شمال القليوبية عدد من لهم حق الحضور في الجمعية العمومية 6020، حضر منهم وأبدوا أصواتهم 367. جنوب القليوبية من لهم حق الحضور 8905، الذين أدلوا بأصواتهم 823. وعلى هذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، ويعتبر ذلك رفضا لقرار مجلس النقابة بشأن إنشاء نقابة القليوبية، وتعود وفقا للقانون وتعود النقابتين شمال القليوبية وجنوب القليوبية إلى وضعهما السابق على قرار مجلس النقابة. ثم انعقدت جمعية الشرقية والتي تضم شمال الشرقية وجنوب الشرقية. جنوب الشرقية اللي هي مقرها الزقازيق، عدد من لهم حق الحضور 13141، الذين أدلوا بأصواتهم 893. آسف، للجنوب الشرقية. مظبوط. يعني شمال الشرقية شمال أكتر. شمال الشرقية 6203، اللي حضروا وأبدوا أصواتهم 38، بقى إجمالي عدد الحضور 931، وبالتالي لم يكتمل النصاب، ويعتبر أيضا رفضا لقرار مجلس النقابة بإنشاء نقابة جديدة تسمى باسم نقابة الشرقية. وأنا بدي أقول إن قرار مجلس النقابة بشأن إنشاء النقابات هو قرار مركب، يصدر مجلس النقابة القرار ثم يتم التصويت عليه من الجمعية العمومية، لأن هي صاحبة الحق الأصيل في الموافقة أو عدم الموافقة. ثم أخيرا نقابة المنصورة، كان أصدر المجلس قرارا بإنشاء نقابة المنصورة التي تضم ديكرنس والمنصورة. عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور في ديكرنس 4570 عضوا، أبدى الرأي منهم 309. المنصورة 10280 اللي أبدى الرأي 125، بإجمالي 434، فلم يكتمل النصاب، ويعتبر هذا رفضا لقرار مجلس النقابة بشأن إنشاء نقابة المنصورة، وتعود النقابتين إلى وضعهما إلى ما قبل صدور قرار مجلس النقابة في 28/11. أود أن أوضح لزملائي أن جلسة 28/11 لمجلس النقابة أيضا تضمنت فتح باب الترشح يوم 26، وهذا القرار قائم، وهنبدأ من باكر إن شاء الله لمن يرغب في استلام ملف اللي يحتوي على كل أوراق المطلوبة للترشح. هنبدأ غدا من النادي النهري من إدارة التحصيل والتأديب والسجلات، هيتسلم الملف غدا لمن يرغب في الترشح اعتبارا من 26. وكان مقرر اليوم أن تنعقد جمعية أسيوط، و حالة الظروف دون انعقادها، وغدا الساعة 1 ظهرا هتجتمع اللجنة المشرفة على الانتخابات بكامل هيئتها لتصدر قرارا بشأن انعقاد جمعية أسيوط. غدا الساعة 1 ظهرا هتجتمع اللجنة بكامل أعضائها الساعة 1 في هذا المكان
لكي نتدارس ونبحث القرار الخاص بعقد جمعية أسيوط المقرر إن شاء الله عقدها يوم الأربعاء، لأن احنا أرجأنا الانعقاد للأسباب القهرية التي حالت دون الانعقاد، وسوف نصدر غدا بإذن الله قرارا بشأن نقابة أسيوط. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.